اول حاجه هنبدا بيها الكوكيز. هنعمل كوكيز مش مخبوزه، كوكيز على البارد. الوصفات اللي على البارد بتبقى اللطيف فيها طبعا السرعه، ومش محتاجه بقى فرن واظبطه وتتحرق والكلام ده كله. طيب الكوكيز دي احنا هنعملها، عملنا قبل كده نوع بالدقيق، وقلنا ان الدقيق لازم احمصه عشان ما استخدموش ني لانها مش هتخش الفرن. فالدقيق يا بنحمصه على النار لحد ما نشم ريحته من غير ما يغير لونه ولا اي حاجه، نار هاديه خالص لحد ما اشم ريحته واتاكد انه طقطق وانه ما بقاش فيه طعم دقيق ني او في الفرن. الشوفان نفس الكلام، يا اما باخده تقلبتين كده على النار من غير اي زيوت من غير اي حاجه، يا اما بفرده على صاج عليه ورق زبده وادخله الفرن بحيث ان انا برضو اسويه او احمصه. خلاص. طيب عندي بقى المقادير: كوبايتين من السكر سنترافيش بس ناعم، لان في الجمعيه او في بعض الانواع بيبقى سنترافيش بس بيبقى الحبيبات بتاعته كبيره، انا مش عايزه ده لان تاني انا مش هخبز، فمش عايزه قطع تيجي تحت بقي وتقرقش، فهستخدم اللي بحبيبات ناعمه. كوبايه من الزبده في درجه حراره الغرفه، نص كوبايه من اللبن هنستخدمها بالتدريج، تلت كوبايه من الكاكاو الخام، تلت كوبايات من الشوفان المتحمص. طيب عايزه اقول انه الكاكاو الخام عايزه اقول عليه ملحوظه مهمه جدا، في انواع من الكاكاو الخام كتير ما بيكونش مسكر، ده حقيقي، وبيكون اغمق من الكاكاو بالسكر اللي احنا بنعمله للولاد يعني كمشروب كهوت شوكليت، لكن في انواع منه مره، يعني لما احط منه ابقى بحط بحذر او ما استخدموش خالص لانه فعلا بيمرر الحلويات، فناخد بالنا يا اما نجرب كذا نوع لحد ما نستقر على نوع معين، يا اما لو اول مره بنجرب النوع ده بدوقه اشوف ممرر ولا لا، يا اما لو اول مره بجربه احط كميه قليله عن اللي مطلوبه في الوصفه حتى عشان ما يمررش معايا، خاصه الحاجات بتاعه العيد اللي هي البيتي فور او الغريبه او ايا كان بنعمل ايه بالكاكاو الخام، في منه انواع بتمرر جامد، فنخلي بالنا بيدي لون غامق وحلو جدا بس الطعم بيأثر على الطعم، فنخلي بالنا من الموضوع ده. طيب هنعمل ايه؟ هحط الزبدة، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي ملبس ملون نسيت اقوله في المقادير، ده اللي هنزين بيه في الاخر. هحط هنا الزبدة وعليها السكر وهبتدي بالمضرب بتاع البيض اضرب الايه الزبده مع السكر. بسم الله. الزبده لازم تكون في درجه حراره الغرفه عشان ما تغلبنيش وتمتزج مع السكر بسهوله. هفضل اضرب لحد ما الاقيها امتزجت كويس. بعدين هبتدي انزل عليها الكاكاو يا انجي. انجي الو، ازيك يا انجي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ اموري يا حبيبتي. عايزه اعرف طريقه الطبخ. حاضر. عينيا. نزلت عليهم الكاكاو وابتدي اخلط تاني. مش عايزة قطع من الزبدة لوحدها كده. أوكي. وبعدين ننزل كل ده عشان خسارة. وبعدين هبتدي أنزل الشوفان المحمص سواء على النار، اتحمص على نار هادية أو في الفرن. أوكي. بس ناخد دول عشان خسارة. شكرا. اتاكد بقى اني انا خلطت كل الحاجات مع بعضها عشان ما يبقاش فيه قطع زبده لوحدها. تمام. تمام اتاكدت. انزل بقى الشوفان واجيب سباتولا عشان اعرف، او معلقه خشب يعني حاجه اكبر عشان بس اعرف ايه اقلب التقليبه مظبوط. بسم الله. بسم الله.
وبعدين ربنا ساتر، ربنا اللي بيعمل. ننزل بقى اللبن، وطبعا اللبن برضو انا يعني هو هياخد الكميه كلها، بس انا احب ان انا انزله واحده واحده برضو للاحتياط اهو. وابتدي اقلب وادخل كل المقدار في بعضه. نشيل دي بقى عشان ايه قرفت نفسي بيها على الفاضي، وارجع واقلب. تمام، هجيب بقى بولات صغيرة، اسمهم ايه دول، قوالب صغيرة، صينية كب كيك، اي حاجة عندكم. هلبس بس الجلوفز عشان ابتدي اشكل. ممكن من غير حاجة خالص على فكرة، تحطوه على صاج ولا حاجة برضو هتنفع. اهو كوبايه واقلبها، بوله صغيره واقلبها، كله هيأدي نفس الغرض. الاول اتاكد بقى بايدي كده عشان الاسباتيلا طبعا برضو ايه مش مدياني النتيجه اللي انا عايزاها، ان انا عجنت كله مع بعضه. بصوا بقى متماسك ازاي اهو، شايفين؟ تمام، ابتدي اخد بقى كميه وابتدي اشكلها. انا عايزه اعملها زي عيش العصفور، فبايدي كده ابتدي اعمل زي ما بنعمل الكبة كده اهي. وتحطوا دي يا اما انا هحطها في صينية كب كيك عشان تحافظ على شكلها، يا اما اجيب كوباية واقلبها واحطها على ظهر الكوباية فتفضل محافظة على شكلها، يا اما جوه الصينية بتاعت الكب كيك وابتدي ايه اعمل لها الشكل بتاعها اهو. بصوا احنا عملنا ازاي كده. ده بقى هندخله التلاجة ونسيبه 3 4 5 ساعات لحد ما يمسك نفسه. بصوا اهو انا بحطه كده ليه، عشان يحافظ على شكله اهو. هيطلع ازاي؟ هيطلع زي اللي هناك ده. بعد ما يسقع هنقوم مدينه الايه الملبس كده، اللي هو ازاي بقى، اللي هو زي اللي هناك ده. لو رحتوا عند الترابيزه بتاعه التقديم هتلاقوا ان احنا مجهزين كل اللي عملناه، ان احنا دخلناه بالظبط. شكرا. ان احنا دخلناه الثلاجه مسك نفسه، طلعناه حطينا عليه الملبس، فبقى زي عش العصفور كده.